إخواني الفلاحة، موضوعنا اليوم غادي يكون عن التعاونيات المقاولاتية اللي في ظل الدينامية اللي كتعرفها بلادنا من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي والتنمية القروية وإدماج الشباب ودعم المشاريع، جاء القانون الجديد للتعاونيات بمفاهيم وتوجهات جديدة. نقلات التعاونيات من مجرد وحدة إنتاج ذات طابع تضامني هدفها الاكتفاء الذاتي للأعضاء إلى مقاولة منتجة ذات طابع ربحي، كيمكن الأعضاء من تحقيق مكاسب مادية وإجراء معاملات البيع والشراء، إبرام الصفقات العمومية والشراكات مع الفاعلين الاقتصاديين. كما أن السجل المحلي للتعاونيات سيعطي التعاونية قوة قانونية أمام الشركاء، المؤسسة البنكية، الزبناء، الممولين إلى غير ذلك. وفي ظل هذا التغيير تحولنا من تصنيف التعاونية من مجرد تعاونية رجالية نسائية أو مختلطة إلى تصنيف آخر حسب الأنشطة المزاولة، حيث نجد تعاونيات الإنتاج، تعاونيات التمويل أو التجميع، تعاونيات خدماتية تقدم خدمات للمتعاونين وباقي الفلاحة كنقل وتوزيع المنتوجات الفلاحية أو خدمات تقنية كتقليم أشجار المثمرة على سبيل المثال. أما الأهداف الجديدة فأهمها كيبقى تحقيق الربح المادي وضمان استمرارية وتطوير المشاريع الفلاحية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمتعاونين ومحيطهم، تطوير الإنتاج وخفض التكاليف دياله للرفع من المردودية بالجودة وبالكميات التي يتطلبها السوق، مما يمكن من توفير إنتاجية مستمرة ومستقرة للوفاء بالعقود والالتزامات مع الزبناء، وبالتالي الولوج إلى أسواق وطنية ودولية وإلى قطاع الصناعات الغذائية وضمان أسواق دائمة بأسعار معقولة والحد من استغلال الوسطاء، ثم الرفع من القدرة التنافسية والتسويقية والتفاوضية، هذا الشيء عن طريق التنظيم المهني وتنظيم القطاع. هذا تنظيم القطاع كيتساهم ماشي غير التعاونية بل تنظيم القطاع بصفة عامة على الأعضاء على المحيط الجغرافي المحلي والوطني. وفي هذا الإطار تقوم المديرية الجهوية الاستشارة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة بمواكبة التعاونيات من أجل تجاوز الإكراهات والتحديات اللي كتعرفها التنظيمات المهنية عبر العديد من الأنشطة كالتكوينات والتحسيسات والرحلات الدراسية، حيث يتطلب إرساء الفكر المقاولاتي مجموعة من التدابير كتأهيل التقني والمهني للمتعاونين، الرفع من قدرات التسيير الإداري والمالي والحكامة داخل التعاونية، تحسيس المتعاونين، تكوينهم وتمكينهم من قواعد دراسة وتحليل السوق، دراسة الجدول للمشاريع، ترتيب الأهداف والأولويات، متخصص في سلاسل الإنتاج ذات قيمة مضافة عالية، تحسين قدرات التواصل ودراسة متطلبات المستهلك وتلبية حاجياته، ثم تثمين وتسويق المنتوجات الفلاحية، بالإضافة إلى التوجيه نحو الجهات الممولة والدائمة للمشاريع كصندوق الدعم الفلاحي أو وكالة التنمية الفلاحية حيث التسويق أو المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا بالإضافة إلى المشاريع الدعامة الثانية اللي كتقوم بها بشراكة مع المديريات الإقليمية والجهوية الفلاحة كغرس المدارات وحدات إنتاج وتثمين وتحويل المنتوجات الفلاحية.